تواصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها في مراقبة أسعار السلع والعمل على استقرارها والتأكد من وفرتها أمام المواطنين والمقيمين وفقا لاحتياجات السوق خلال شهر رمضان الفضيل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد جعفر سعيد رئيس التخطيط ومتابعة الشكاوى بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. سيد جعفر، تحدثنا عن آلية تنفيذ توجيه مجلس الوزراء خلال جلسته بخصوص مراقبة الأسعار وتوفير السلع الغذائية. في البداية هنئكم حلو شهر رمضان المبارك وعاد الله على الجميع بالخير والبركات. طبعا مع كل مناسبة نقوم في إدارة التفتيش بوضع خطط لحملات تفتيشية وتوعوية شاملة. بالفعل تم تنفيذ الزيارات الرقابية قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي تلقى إقبال كبير من قبل المستهلكين خصوص شراء مستلزمات شهر رمضان. تم تغطية طبعا الأسواق المركزية مثل سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك ومختلف الأسواق التجارية الرئيسية ومنافذ البيع بالمملكة، بالإضافة إلى شركات بيع وإنتاج الدواجن. يتم في زيارات التحقق من توافر السلع الأساسية، الوقوف على أي طارئ قد يحول دون توافر بعض المنتجات وإزالة أي عقبات قد تكون موجودة، بالإضافة إلى التأكد من عدم التلاعب بأسعار المنتجات أو الغش التجاري أو الاحتكار أو العروض الترويجية، والتأكد من تراخيصها وصحتها وما شابه ذلك من المخالفات. لله الحمد جميع المنتجات متوفرة بكميات كبيرة، ونحن في تواصل مستمر وبشكل يومي مع الموردين الرئيسيين خصوص توافر السلع الغذائية. وفي حال تكشف لنا وجود منتج معين يعني قليل في السوق، طبعا يعني تبين لنا فيما بعد ان الانتاج في بلد المنشأ او ظروف المناخ او لاسباب لوجستية وهي امور خارجة عن المورد. وطبعا بعد توجيهات مجلس الوزراء يوم امس بتكليف وزاره الصناعه والتجاره والسياحه بتشديد الرقابه خلال هذه الفتره، تم تكثيف الحملات والزيارات بشكل اوسع عن ديقه وزياده اعداد مامور الضبط القضائي لزياده الزيارات الميدانيه الرقابيه خلال هذه الفتره في الفتره المقبله باذن الله. وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه في حال رفض المخالفات ضد المخالفين. نعم، تحدثنا أو تعطينا نصائح تقدمها للمواطنين والمقيمين بخصوص ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وقيام البعض بتخزينها. نعم، في البداية نأكد على وفرة المنتجات وتنوعها، أن الحكومة الموقرة قامت بعدة إجراءات من أجل ضمان وجود مخزون استراتيجي، تأمين سلاسل توريد المنتجات وتسهيل وصولها للمملكة بما لا يستدعي الخوف أو التهافت على شراء السلع والمنتجات الغذائية كميات تفوق الحاجة أو بغرض تخزينها. هي متوفرة بأي وقت بأنواع متعددة بكميات كبيرة. ندعو المستهلكين في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات بخصوص التلاعب في الأسعار أو الغش التجاري أو عدم صحة العروض الترويجية أو الاحتكار أو ما شابه ذلك من المخالفات بالتواصل عن طريق قنوات الاتصال المتاحة للوزارة. نعم، السيد جعفر سعيد رئيس التخطيط ومتابعة الشكاوى بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.